الكبيره حتى انتم خمسه ديال الخوت ياك انتم ثلاثه ديال البنات جوج بنات وثلاثه الاولاد وثلاثه ديال الاولاد شكون اللي كان قاصح مع البنات بزاف الاب ولا الام با خلانا صغار هي ما نعقلوش عليه بزاف هاكداك مي كانت كثرت لي كتعز الاولاد اكثر من البنات كتعز الاولاد اكثر من البنات اكثر من البنات ها اكثر من البنات وبالاخص انا لان حيت انا ما تربيت معاهم النهار اللي تربيت معاهم النهار اللي جيت عندهم ما تقبلونيش ما تقبلوكش الخوت ولكن الام الام ما تقبلوش الخوت ولكن مي عاوتاني تتسمع حسها هذا دارت هادي دارت هذا دارت هادي خسرت هادي فعلت هادي دائما مي مايله مع ولادها الولاد دائما لما نشكي عليها تتقول لي سكتي انت انت اللي درتي انت اللي فعلتي اي بصفه اي حاجه كل شيء انا اللي كندير انتيا انا اللي تندير دابا واش غير انت ولا البنات كلكم دابا انت اللي كنتي مربيه معاهم انا ما تربيتش معاهم من صغري تربي ما تربيتش معاهم ولما جيت عندهم ما تقبلونيش بيناتهم حتى اختي اللي صغار مني يعني ما كانش تقبلني يعني ما ولفاتكش كانت دائما كتديري سيركويات دائما تتنبزني دائما دير لي شي حوايج لان انا اللي خصني ضروري ناكل العصا دائما خصني نتضرب دائما خصني ندير اي حاجه ورغم ذلك ما كنتش كنحقد عليهم او كنت كنعطي البكا لما كنبكي كنتعصب كنسيل هكا الدم ونبقى نتفرج فيه ما كتحقديش عليهم ولكن تتحقدي على راسك على راسك على راسك كتغير تتردي مع راسك كنخلي الدم هكا كيهبط وانا كنشوف فيه كاع الدم الدم يعني كنت شمن عادل شمن عمر تتعاودي هاد الهضره ملي تتحقدي وتتنزلي الدم شمن عمر من ديك 8 سنين حتى 16 17 عام 8 سنين الحقد هكذا على امك وعلى خوتك وعلى ما تحقدش عليهم زعما واش نكرههم واش نديرهم ولكن كنحقد على راسي انا على راسك على راسي ديك الفقصه اللي كتشدني كنتقص كنت في راسي كنخلي الدم كيسيل علاش انا مرفوضه وعلاش انا منبوده وعلاش انا ما باغيني حد وصافي ونمشي نعس صافي ما نعاودش بقيت هكاك عطيني بعض السلوكات اللي كديرهم الوالده مثلا الاولاد شنو مسموح للاولاد ما مسموحش للبنات مسموح للولاد خصها تشوف خصها دير لهم عراس خصها دير لهم ولاد خصها دير لهم ديور خصها دير لهم خصها دير لهم مستقبلهم خصها دير لهم بزاف الحوايج والبنات البنات عندها ما كتذكرهمش زايد ناقص كانت اهميه كتزوج ولادها مازال صغار وخصها دير لهم محلات تقول كي الا ماتت خصها تخلي الولاد تخلي لهم بولادهم باش تخليهم مدهين مع ولادهم مع محلاتهم ايوا هما اللي رجال دير ليهم وتوجد ليهم وتاسس ليهم وانتم اللي بنات زعما لا الا بغينا نمشيو في العقليه ديال الناس الكبار الناس ديال بكري هي كانت يعني باش ولادها ما يخرجوش مكرا باش ولاد البنات ما يخرجوش مكرا ما شفتهاش لا ماشي مشكل البنات كانش عندها تخرج مسكينه تلاقى مع شي واحد هاد الهضره ما كانتش عندنا في البال ما كناش نعرفوها ما كناش نفكروا فيها يعني باش هي داك العقليه ديالها هي هادشي اللي كان عندها ما قريتوش ما قريناش الولاد قراو لا حتى الولاد ما قراش كيخدموا في فلاحات كنتو في عروبيه ولا اذا كلشي ما قاريش كلشي ما قاريش بالاخص انا حيت ما تربيت معاهم من صغري وداك الشيء ما كنت مرفوضه معاهم في اي حاجه يعني دار ديك 13 عام ولا 14 عام يعني صافي قررت نخرج من الدار انت كتكبري والحقد ديالك على راسك على راسي انت كتقولي على راسك تيكبر تنحقد على راسي ما تنحقدش على شي حد هذاك راه دار لي ولا شي حد دار لي لا انا دائما كنلوم غير راسي علاش وشنو ذلك قلت لها كنقول لها امي انا بغيت نفهم شيء واحد واش انا مش خصهم واش انا هذا واش كتشكي في راسك كنسال راسي علاش انا علاش كديروا معايا انا بحال هكا كتبكي وجواب شنو كتبكي وتقول انت بنتي وعزيزه عليا ولكن خوتك راه خصهم يخرجوا الشمكاره خصهم يخرجوا هادي خصهم يخرجوا هادي صافي ما كنبقاش عندي شي جواب اخر يعني انتم البنات اللي بغيت نفهم انا زعما المشكل كاين في الولاد هي خايفه من الولاد اللي يخرجوا مجرمين ولا قتالين ولا انتم البنات زعما تتبقاو دائما تحت جناحها انتم طيروا تنزلوا تبقاو معاها يعني ما كاينش الخوف منكم انتوما ما ديروا والو انتوما هي انتوما كانت خايفه من ولادها من الولاد سكرى وخرجوا لها خصوصا دابا العياد الاب دابا هي راه كتلعب جوج الادوار منها ام منها اب باش غدا الناس ما يقولوش راه فلانه ما رباتش ولادها لا رباتنا وضربتي لينا تماره ما ننساوش خيرها ولكن عيف هاد الحاجه هادي يعني ما
ما زعما ما وصلش للحل ديالها. دابا انت في الاولى الكبيره قلتي اول حاجه قلتي المعزه فيها الفرق، يعني معزه الوالده للدراري ماشي هي ديال البنات. لا ماشي ديال البنات، ماشي دي يعني الحب فيه الوجهيات، ماشي الفلوس وها في الحب كاين الوجهيات. لا حتى في الخدمه الا بغا يخدموا شي حاجه وما بغاتهمش يخدموا ما يخدموش، وتقول في نوضي نسير تخدموا سيري ديروا انتوما. انا ما بغاوش الولاد الحاجه، حتى الولاد الا قالوا راسهم دار وما يخرجوش غتخرجوا انتوما. غتخرجوا انتوما وبالاخص غنخرج انا. غتخرجي انت، انت اللي حيد القصير. دابا اختي دابا ولا بغات اختي ديري السيركويات وديري هذا وهذه تنغز هنا ودير هنا، يعني خصنا كل عصا خصني نمشي ندير لك اي حاجه بغاو يديروها نديرها انا. وفاش كتواجهيها بهذا الواقع كتقول لك لا ما كاينش، ما صافي تقول لها كتقول لي بحال بحال هذه هذه صافي ما كيبقاش عندي تجربه كنبرد. نعم. وكنقول يمكن ربما يكون الوالدين كلهم كيكونوا بحال هكا، ربما هذا يمكن تتقولي هذه الحياه هكا. وشيء واحد اللي عندي من تنتعصب بزاف كنسيد لك الدم كنستغفر كنقول استغفر الله، وانا صغيره كنعقل على راسي كنقول هذه الكلمه، ولما كنقول لك استغفر الله كنبرد. من تمسني كتعرفي شنو هي استغفر الله وكتستغفر الله. تقت بها وخرجت بها وبقيت عندك العقل وثابته وعارفه. وتنقول ديك استغفر الله وما كيمشي لي داك الشيء من عقلي. واخا الكبيره استغفر الله راكي كتبكي ارتاحي شي شويه نرجعوا نكملوا القصه ديالك، لان هذا الشيء مع الاسف هذا الشيء. دابا انت شحال في عمرك الكبيره؟ انا راه بنت 65. بنت 65 وكتعاودي على 8 سنين، تتعاودي على العقل ديال 8 سنين باقي حي، باقي الذكريات باقا ناشطه وباقا حيه. سبب لي بزاف ديال الحوايج. نعم مازال الكبيره نكملوا القصه ديالك من بعد فاش كبرتوا، كيفاش ولات العلاقه ما بين الاولاد اللي واخدين كاع الحق وكاع الحب وكل شيء واخدينه والبنات اللي ما واخدين والو؟ الولاد لما تزوجوا ولا اصعب. الولاد لما تزوجوا ولاو عاوتاني في شكل اخر، دخلوا العرايسات ودخلوا دخلوا العرايسات، دخلت عاد كل واحد تيقول انني انا هو اللي غنحكم، انا هو اللي غنهضر، انا هو نتكلم، انا هو اللي عندي الحق. انا المراه ولا الراجل اي وحده كتقول لك انا هي اللي. لا هما عندهم يحكموا على البنات، يعني خوتكم الاولاد يحكموا على البنات. يحكموا على البنات، يحكموا على البنات حتى لو كلاو كيف قال التليفون على الميدان الا داروا عليها وكلاو خصهم يتسخروا لا خصك تنوضي انت ياكلوا الاولاد هما الاولين. ياكلوا الاولاد وياكلوا ياكل كل شيء، تنوضي انت تجمعي الطابله. انت كتهضري على راسك. كنهضر على راسي. يعني انت تجمعوا هما ياكلوا كاملين بنات واولاد والام وكل شيء. كل شيء وتسخروا اللور. انت هي ديالهم. انت خصك امي تسخروا هما اللور، تعطي امي يغسلوا تسخروا اللور، انت تنوضي تجمعي. من حقاش ماشي تقول لها نوضي انت او نوضي هذا، تقول لك نوضي انت. نوضي شوف الطبله اللي كتحلف فينا، نوضي حيديها، كتنوضي اضطري تحيديها، تنوضي ديري بزاف ديال الحوايج. المهم ملي وصلت ديك هذيك 12 عام 13 عام قررت باش نخرج نخدم. وانت خدامه خدامه شاقيه شاقيه. خرجت مشيت عند شي ناس معرفه كنعرفهم، مشيت عندهم مشيت نخدم عندهم، واخا ولو رغم ذلك عذبوني. وخلات الوالده وخوتك تخرجي تخدمي؟ حيت بغاو ولا ما بغاوش. حيت قررت نمشي وسلام. قررت كنت نقول اما نمشي اما نتسحر، كان عندي هاد جوج الحوايج. مشيت خدمت مع دوك الناس حتى لديك 25 26. المهم بقيت بحال هكا كنمشي كنجي للدار كان هذا داكشي اللي كنخدمه، وكنت ندير الوالده كنقول لها كيعاوني بيه هاكي ديري هاكي فعلي. بقاو الخوت ديك الفلوس اللي انني كنعطيهم بحال بقات عندهم انني بحال انا كنخدم عليهم. ولفوها بقاو النهار اللي ما يكونش الفلوس النهار اللي يكون عندي مشاكل، خصني دائما نكون خدامه، دائما خصني نكون. ويا كنتي اللي كنتي محقوره وانتي اللي كنتي خياك، علاش غيتسناو تخدمي عليهم انتي؟ دابا انا صافي انا كنتي اللي مبهوده ومرفوضه وما لما خدمت داكشي اللي قسم الله ما كنخزنوش كنمشي ندير الوالده كتعرف ضربت علينا تماره، ماشي ما ضربتش تماره وما حقدتش عليها الله يرحمها ويوسع عليها. المهم كنت كندي لها الفلوس نقول لها كي هادي وصافي، وكنجي واحد الوقت جمعت شويه ديال الفلوس اللي يكرهني اكثر، جمعت واحد شويه ديال الفلوس اخويا قال لي عرفتي اش غديري، غنديرو واحد شويه ديال الفلاحه، غندير هادي غنشريو هادي غنفعلو هادي. كنت نفكر انني خويا الا كون خويا كبر عاد كبرت انا، ما كنفكرش
فين هو غيدير راسو ولا غيدير راه ماشي زعما تنجحوا بجوج خوك هذاك هو تنقول انا خوتي الا كبروا ويعرف يدير وهذا الا كبروا وكانوا مزيانين وهذا حتى انا نكون مزيانه وداكشي حطيتو ديك البركه شرا موتور شرا هذا فلاحه دار العام الاول العام الثاني وكيجي الخير كيجي الخير كيبان لك والو انا راه باين ولكن ما انا غندوز ليه ما عنديش من ندوز ليه واحد داز شي 3 سنين ولا 4 سنين وانا مشيت هكا لقيت تبارك الله الخير موجود بقيت كنتحكم معاه وقلت له دابا صافي هذا العام غادي نفرق معاك قال لي واش من فراق واش من صداع وانت زجزتينا وانت درتي لينا وتعملتي لينا مشاكل وهذا وبقى كيسلب وتيعاير بقيت كلمه عندي كلمه عندك مشى قلب على قرعه ديال الدواء شربها هو خويا الكبير اكبر مني ضربك شرب قرعه ديال الدواء اها علاش حيت انا قلت له غنفرق معاك بغى يموت ولا شويه اه بغى يموت انا تمي كتغوت تقول لك قتلت لها ولدها مرتها وكتحيي حتى تغوت اه وليتي انت دابا هي الضاله انا وليت كان هي هذيك المهم تصاب واحد الدري ولد عمي تما هزو داه للطبيب وصلوا للمعده جابوه هذا صافي انا هزيت راسي هزيت راسي قررت باش يكون عندي شي حاجه تعرفت على واحد الانسان الزواج المهم تزوجنا اليوم نديرو كاغيط غدا نديرو كاغيط اليوم نديرو كاغيط غدا نديرو كاغيط والدي هو ما كانش باغيين يديرو كاغيط عشت معاه مدة ايام صبر صدقت حملت ولدت ولد داك الولد من 25 يوم داو عليا ما خديت حق لا من تم بلاصه لا والده لا خوت لا بنات لا ولد لا راجل حتى واحد موقف معايا حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد مرحبني هي من الاول باديه خارجه عوجه من الاول اه خارجه عوجه من الاول ولكن انا كنت نقول يعني غنهرب ربما يكون هاد بنادم يكون فيه الخير وندير حتى نضرب تماره نضرب اي ندير اي حاجه المهم غندير اولاد وغندير عائله ونخدم عليها دابا كبيره دابا حاليا كيفاش كتعيشي مع متى تعيشي ولدك المصير ديالو شنو ولدي داو لي ولد 25 عام داو لك ولد 25 يوم داو شحال دابا يكون في عمره ولد 95 شكون اللي داه لك باه ها دا ولدو مشى داه باه انا مشيت عندهم دابست معاهم خداو صوتوني خداو لي الدري بقى عندهم غبروا الدري كنمشي يوميا نطلب وتنرغب وتنطلب وتنرغب والو نادو دعوني ديك الدعوة مني أول دعوني بعدا مشيت لعند الجندارم قلت أنني ارتاحيت لما جيت عند الجندارمية هياخذوا لي حقي لما وصلت ما لقيت والو حتى واحد ما عطاك حقك حتى واحد لما هو وموتي هضروا لما تنجي نهضر أنا تيقول لي سوسي خليهم يهضروا رحم بقوا عليا ما هضرت ما تكلمت ما والو صافي بقات هكا قال لك غدي يلاه سيري واجي غدا ندوك عند الوكيل واخا نفوتوا هذه المرحله لان انتيا ما خديتيش حقك من حتى جهه حتى المسؤولين اللي مشيتي عندهم ما خداوش حقك لا ام لا خت لا حتى شي واحد ما لقيتي فيه الخير موقف معايا الا الله سبحانه غير هذه القصه التطورات اللي وقعت في القصه ديالها حنا في البدايه علاش بديناها هادشي هو اللي وصلني شوف بدينا حنا بواحد السلوك اللي ما حسيش به الوالدين اصلا اش خرجك انت من داركم كون لقيتي الحب ولقيتي الاهتمام يعني كترجعي لنقطه الصفر كتلقي المنطلق هو الوالدين ايه انا تنقول انا تنقولها اه شوفي وصلت تنقول لما انني كان ما وصلتش داك المشاكل وصلتها ما كنتش غير ما كنتيش خرجي من داركم كنت كنخاف من اي حاجه كنخاف ما كنتيش منها. ولدي بلا جواج ما كنتيش يخطفوا لك الولد ما كنتيش ما كنتيش ما كنتيش حتى حاجه ما تكون نعم كبيره كنت كنخاف من اي حاجه كنت نخاف منها شكرا بزاف على التجربه اللي عاودتي لنا و ملي بديتي وانت كتبكي يمكن غادي نقول انا اكثر وحده من الاول وهي تتعاود حتى الاخر وهي كتبكي في هذه 3 سنين ولا 4 سنين ديال قصه الناس هي انت هي حياتي حياتي كلها انا بكى حياتي كلها الله يحد الباس الكبيره امين اختي الله يخليك ما لقيتش زعما شي حاجه باش نضيفها لان هذا الشيء مؤلم ولكن الميساج الخطير اللي نستافدوا منه الدرس اللي بغينا نقولوا الدرس هو نقطة الانطلاق كانت عوجة من الأول نهار خرجتي من داركم هادشي كله ممكن يوقع وممكن يوقع كفس من هادشي لأن اللي خرجك من داركم هو الفرزيات والوجيات والحقوق اللي تعطات هذا هو اللي خلاني شكرا لك